الشريعة والعروبة والقيم عاشت مملكة البحرين. بلد الكرام بدر السلام دستورها عالي المكانة والمقام، ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم عاشت مملكة البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. هنا البحرين على بركات المنهي نفتتح دار إذاعة البحرين اللاشركية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي. راشد آل خليفة وكيل وزارة الإعلام بدولة البحرين. وفي صباح يوم الخميس ثاني أيام الاحتفالات بداية واعدة لمسيرة انطلقت منذ خمسينيات القرن الماضي في تحد صامت من أجل إثراء الكلمة وتأسيس لعمل إبراز العديد من الأقلام المتألقة وصاحبة الفكر المستنير. شاركت فيه المرأة البحرينية رغم التحدي لتعبر بكل ما تحتويه الكلمة من معنى في تجسيد العمل الإعلامي وانطلاق بدايات الظهور عبر الأثير نحو العالم. محظوظة في الحقيقة إن كان عندي والدي المربي الفاضل الأستاذ أحمد العمران المرحوم، كان وزير الإعلام، وكان هو والدتي الفاضلة المربية الأستاذة سلوى العمران تربويين، أعطوني كل الفرص المتاحة إني أكمل تعليمي، وهذا شيء لن أنساه. ما في يوم وقفوا في طريقي، وكان يعطوني كل الثقة اللي أنا احتجتها لمواصلة دراستي. ولكن الأهم هو من أعطاني الفرصة لحمل هذه المسؤولية، وهو الله يرحمه سعادة الأستاذ طارق عبد الرحمن المؤيد الذي كان وزير الإعلام سابقاً. إذا بندخل نتكلم عن المرأة والإعلام في البحرين، لابد من الإشارة أن هناك وزيرة امرأة تدير الشأن الإعلامي في البحرين، وهذا لا يحصل كثيرا، ليس فقط في الدول العربية أو الدول الخليجية، أيضا في دول العالم، حتى الدول العالم المتقدم.
السبعينات دخلت في الصحافة وعملت في الأضواء كصحفية في الأضواء إلى جانب عملي الإذاعي، ما كان هناك أسماء كثيرة في مجال الصحافة، كانت الأسماء النسائية قليلة جدا في الصحافة. لكن اليوم طبعا شوف التطور اللي حصل، شوف عدد الصحفيات اللي موجودات عندنا اليوم. لكن احنا يعني كنا في ذاك الوقت كان عندنا نوع من الالتزام ونوع من وكنا يعني كنا نعتبر العمل الإعلامي حرفة، بمعنى أن أنت عندما تحترف الشيء تحبه وليس مهنة. ورغم التحديات إلا أن المرأة الإعلامية حصدت الأوسمة والجوائز العالمية وتبوأت المراكز القيادية، فقد أصبحت سفيرة تمثل بلدها في المحافل الدولية وعضواً في السلطة التشريعية، وأصبحت وزيرة للإعلام ومتحدثة رسمية باسم الحكومة، وما يمثله كل ذلك من أهمية في نقل الصورة الحضارية التي تتمتع به المرأة في مملكة البحرين. أنا تصوري بأن الإعلامية في البحرين استطاعت أن تنجز ما يمكن أن تحققه في مجال الصحافة والإعلام، وأصبحت لها دورها وأصبحت لها مكانتها. ومن دون شك المشروع الإصلاحي أعطاها هذا الدور، ولا ننسى أيضا دور المجلس الأعلى للمرأة الذي استطاع أن يعد البرامج المناسبة لتمكين المرأة سواء في الحقل الإعلامي أو في الحقول الأخرى. والله أنا أشوف المرأة في كل وسائل الإعلام، إن كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، قدرت أنها تشق طريقها بجهدها. أي نجاح حققت أي امرأة بحرينية في وسائل الإعلام فهو جهد ذاتي ببيئة تأهلها. هذا التقليد الجميل الذي طورته المرأة في البحرين هي في حقيقة الأمر شيء يفخر به، ونرجو أيضا أن تصل الرسالة إلى الجيل الجديد من النساء، لأن العمل هو شرف والعمل هو خدمة للوطن. أسماء لمعت، إنجازات ومكتسبات تحققت في ظل إرادة سياسية داعمة لعمل المرأة، تكون المرأة البحرينية فيه شريكاً لقصة النجاح والإنجاز لن تتوقف يوماً. طموح يزداد وجيل يصنع أجيال. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظكم الله. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لفخر كبير لنا اليوم أن نتشرف جميعاً في هذا اليوم برعاية سموكم حفظكم الله للاحتفال الرسمي ليوم المرأة البحرينية، الذي جاء هذا العام ليسلط الضوء على مسيرة المرأة البحرينية في مجال الإعلام. هذه المسيرة المضيئة التي خطت طريقها المرأة البحرينية منذ خمسينيات القرن الماضي، خطت طريقها بإصرار على المشاركة والتزام بالاستمرارية لتكون خير ناقل لرسالتها الوطنية. واستمرت هذه المسيرة بلا توقف، وتواردتها أجيال بعد أجيال، حتى وصلت اليوم
إلى أعلى المناصب القيادية في مجال الإعلام. الآن تتفضل سعادة الأستاذة سميرة بنت إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام لتلقي كلمة بهذه المناسبة. صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضور الكريم، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة والفريق العامل معها على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذا الاهتمام والدعم الخاص بدور المرأة عموماً والمرأة في مجال الإعلام خصوصاً هذا العام. إن إلى هذا الموضوع الاهتمام الخاص وتنظيم أنشطة وفعاليات بشأنه على مدار هذه السنة يدل حقيقة على النضج السياسي والاجتماعي والرقي الحضاري الذي وصلت إليه مملكة البحرين في تركيزها على أن دور المرأة في المجتمع والسياسة والاقتصاد والتربية والثقافة والإعلام وغيره من المجالات لا يقل أهمية عن دور الرجل، بل يتجاوزه في بعض الأحيان بفضل ما تتميز به المرأة من خصال التحدي والصمود ضمن مجتمعاتنا العربية التي عادة ما تكون مجتمعات ذكورية يغلب فيها دور الرجل على المرأة. سيدات والسادة، يسعدني من خلال هذه الفعالية المهمة أن أستعرض معكم عدد من النقاط أعتبرها أساسية في إثراء النقاش حول دور المرأة في المجتمع بصورة عامة ودورها في مجال الإعلام بصورة خاصة. ولن أطيل، كانت المرأة البحرينية على مدار التاريخ ولا تزال صانعة قرار، فقد تميزت بقدرات قيادية ليس فقط في البيت بل أظهرت نجاحاً في ممارسة هذه القدرات في الفضاء العام من خلال ممارسة السياسة والأنشطة الاقتصادية والثقافية والإعلامية وغيرها. ومن حسن حظ المرأة في البحرين أنها وجدت إرادة سياسية داعمة لدورها، فوقع اعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع في جميع المجالات وفي جميع الأنشطة بدون استثناء. وتكرس هذا الأمر من خلال اختيار الكلمات المناسبة والصريحة في دستور مملكة البحرين الذي نص في المادة الأولى منه على أن للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. فكانت هذه الكلمة أو الكلمة الأخيرة في إعطاء المرأة البحرينية كافة حقوقها، وبالتضافر الإرادة السياسية الداعمة للمرأة من جهة وبالطموح والتحدي الذي عرفت به المرأة البحرينية من جهة ثانية، أصبحت تمارس حقوقها بشكل طبيعي في المجتمع البحريني وفي جميع المجالات، وصلت إلى أعلى المناصب بما في ذلك المناصب التنفيذية العليا والتشريعية والقضائية، وكذلك الإشعاع على المستوى الدولي من خلال المشاركة وترأس اللجان والمنظمات الدولية. ولا يمكن اليوم أن نتجاهل أو أن نمر مرور الكرام أمام موضوع ثقة القيادة السياسية في المرأة البحرينية بتسليمها مسؤولية إحدى أهم الوزارات في الدولة والمصنفة كوزارة سيادية وهي وزارة الإعلام. هذا الأمر له مدلولات سياسية في غاية من الأهمية، ويجب أن نفتخر بأن تكون مملكة البحرين هي الدولة العربية الوحيدة اليوم التي توكل مسؤولية وزارة الإعلام لإمرأة، وهو شرف نحمله ونحاول العمل من أجله ليلا نهارا لنكون على قدر المسؤولية والثقة التي قدمت لنا. وحسب الإحصائيات المتوفرة لدى وزارة الدولة لشؤون الإعلام، فإن المرأة البحرينية قد اكتسحت مجال الإعلام والاتصال وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من فاعليه ورواده،
فالمرأة البحرينية تنشط في مجال الإعلام كمجال اقتصادي، وتملك مؤسسات نشر وتوزيع وشركات استشارات إعلامية وتصوير خارجي. ويكفي أن نعرف أنه لحدود هذه السنة أن 88 شركة إنتاج وتوزيع فني سينمائي وتلفزيوني وإذاعي ومسرحي تملكها نساء بحرينيات، وأن 134 بحرينية يشرفن على مجلات ونشريات تصدر في البحرين. سيدات والسادة، اسمحوا لي من جهة ثانية أن أختلف مع البعض في استخدام بعض المصطلحات الخاصة بالمرأة في البحرين والتي تتكرر في وسائل الإعلام، مثل مصطلح تمكين المرأة، لأني أؤمن وأؤكد بأن المرأة البحرينية قد تجاوزت فعلاً مرحلة التمكين ودخلت مرحلة جديدة هي مرحلة المنافسة وتكافؤ الفرص. إن استخدام مصطلح تمكين المرأة يمكن أن يعتبر نقطة سلبية في حق المرأة البحرينية مقارنة مع ما حققته من نجاحات وإثبات لذاتها ولقدراتها في جميع المجالات، إذا أصبحت تنافس بكل جدارة وعلى جميع المستويات وحتى في المجالات التي كانت تعتبر تقليديا حصرا على الرجل. لقد حان الوقت لنبعث بكل ثقة برسالة البحرين إلى العالم في مجال المرأة مفادها أن الإرادة السياسية في البحرين قد وفرت كل العوامل المطلوبة من دعم سياسي وتشريع قانوني وإحاطة اجتماعية وثقافية وتربوية لدعم المرأة وإيلائها المكان التي تليق بها في مجتمع يتطور وينمو على خطى الإصلاح والديمقراطية. فالمرأة موجودة في كل المجالات تنافس بكل جدارة وتعاضد الرجل ضمن فلسفة التكامل والشراكة المجتمعية، ولا يقل دورها عن ما هو موجود في الدول الغربية الديمقراطية المتقدمة. ولا يمكنني من جهة ثانية أن لا أتوقف على موضوع في غاية من الخطورة، وهو موضوع التقارير حول مؤشرات المرأة التي تنشرها بعض الجهات، التي أقل ما يمكن أن أقول عنها إنها مجحفة في حق البحرين وفي حق النتائج الإيجابية التي حققتها في مجال دعم حقوق المرأة وجعلها شريكاً أصيلاً للرجل في المجتمع. أقل ما يمكن قوله هو أن مملكة البحرين لا تميز بين الرجل والمرأة في جميع المجالات وخاصة في مجال العمل، وهذه الميزة ما زالت منقوصة في بعض الدول الغربية التي تدعي الديمقراطية، ولكنها تفرق بين راتب الرجل والمرأة إلى حدود 20% فقط لأنها امرأة. ربما تكون مملكة البحرين بحاجة إلى استكمال بعض النواقص في مجال دعم المرأة، وهذا أمر طبيعي ليس فقط في مملكة البحرين بل في معظم دول العالم، وهو أمر سوف يقع استكماله والاستمرار في تنفيذه في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وبفضل المجهودات الكبيرة للمجلس الأعلى للمرأة ومختلف شركائه. لكن الحديث عن مؤشرات سلبية في حق المرأة البحرينية هو إجحاف في حق البحرين وأمر غريب صادر عن بعض المنظمات التي تعمل وفق أجندات سياسية معينة تعودنا عليها ولن تثنينا عن مواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير في جميع المجالات. ختاماً، لا يسعني من خلال هذا المنبر إلا أن أعبر عن مرة أخرى عن شكري وتقديري لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على جهودها الواضحة في دعم المرأة البحرينية وعلى العمل الرائع الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة للتعبير عن صوت المرأة البحرينية ودعمها كشريك مجتمعي أصيل لا غنى عنه في عملية التطوير والإصلاح. وتمني لكم النجاح والتوفيق في نشاطاتكم المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله. كل الشكر والتقدير لسعادة الوزيرة على هذه الكلمة. ومن ضمن النشاطات، نشاطات يوم المرأة البحرينية خلال هذا العام،
أطلق المجلس الأعلى للمرأة بهذه المناسبة مسابقة سميت بالرالي الإعلامي، وهو اسم له دلالته المرتبطة بالواقع السريع والمؤثر لوسائل الإعلام المختلفة. وهدفت هذه المسابقة إلى المساهمة في تنشيط الإنتاج الإعلامي المؤثر والمحرك لقضايا المرأة من خلال إثراء المجالات العلمية المختلفة، لتكون محركاً ودافعاً للارتقاء بالمادة الإعلامية التي تتناول قضايا المرأة وحقوق المرأة في كافة المجالات. وقد شارك في هذه المسابقة 95 مشاركاً ومشاركة من مختلف الفئات العمرية. الآن فقرة استعراضية تجسد شعار يوم المرأة البحرينية والأعمال الفائزة بهذه المسابقة.